the shout and we the dance, lifting high. في ناس بتحط حجج ليش انت جاف روحيا؟ بقول لك لانه شو بعرفني، لانه صار في عندي مشاكل، لانه الكنيسه بغيرت الكنيسه، لانه الكنيسه مش منيحه، القسيس مدري شو عامل، فليتين مدري شو صار معه. و اسمعني، رح لكم اعلان كثير قوي. اسمعني، ممكن كل الكنيسه تكون جافه، لكن هذا لا يعني انك انت تكون جاف. اذا انت بعدك مع الرب ما بتكون جاف. نعم، بمعنى اخر ما لها اي دخل الكنيسة في حياتك، في حياة الجفاف تبعك. وحياة الجفاف طبعا إلى دخل بالانقطاع عن الكرمة. بتعرف في إشياء كثيرة بحياتنا نحن ما بنعرف ليش أصلا موجودة، بس الله عطتها من أجل أن تثمر. قال الذي يثمر ينقيه لكي يثمر أكثر، مزيد من الثمر. اسمعني، وفي عملية التنقية في آلام، لأنه في مقص بيحمله هيك وبيبلش يقصقص. ليش؟ لكي تأتي بثمر أكثر. اسمعني يا أحبة، أنت معمول لحتى تكون ثابت بالكرمة. وين ما بدنا نحطك بأي مكان في هذا العالم، في شيء غلط إذا أنت مش ثابت بالكرمة. شي غلط، شي غلط. شو ما بدك تعمل لتلاقي الحياة، في ناس عم بيلاقوها بالسكر، في ناس عم بيلاقوها بالعربدة، في ناس عم بيلاقوها بالعالم، بحب العالم، في ناس عم بيلاقوها بالشهرة، في ناس عم بيلاقوها بالسكس، بالجنس، في ناس عم بيلاقوها بالخطايا، في ناس عم بيلاقوها بقصص كثيرة، لكن بتلاقي كل ما عملت هيدول كل ما زاد الفراغ. كل ما اكتشفت بأنه من دونه ما في حياة. بس فيك تتخيل بأنه طلع مش هذا هو اللي بيقتل الناس. ايه أوزان زيادة وما بيقدروا يتحركوا وصحته مش منيحة، بس مش هذا اللي بيقتلك. تعرف شو اللي بيقتلك؟ المشاكل اللي عندك اياها هي اللي بتقتلك. ما اسمعوني، ضغوطات الحياة هي اللي بتقتلك. أنا عم بحكي بعض القصص يا أحبة بس تقلك بأنه في قصص أنت مش مدرب عليها، لكن موجودة. مشاكل العالم غير مشاكل عن تبعنا، بس موجودة. موجودة بغير طريقة، بس موجودة. والشيء الوحيد اللي بيخلي صحتك الجسدية رائعة هي أن يكون عندك صحة روحية رائعة. ليك شو قال الكتاب عن الرب؟ قال أحببت البر وأبغضت الإثم. الويك لحدا كله أحببت البر. تعرف إنك تطيع، اسمعني، اسمعوني، عم بعطيك مفتاح يا أحبة لأشخاص عن جد بدها تحب الرب وتعيش معه ويكون عندها علاقة مع الرب حقيقية. إنك تطيع مش معنى إنك تطيع معناتها هي إنك تبغض الاسم، لكن إنك تخضع هي معناتها إنك تحب البر. لأن في ناس ما بيخطي لأنه الخطيئة مش منيحة وغلط، بس في ناس ما بيخطي لأنه بحب الرب. أنا ما بدي أخطي بس بحب الخطيئة، بس ما بدي أخطي. رغم أن أقول لك، تعرف لما أنت تبلش تحب البر بطل عندك مشكلة. شو الفرق؟ صرت تحب البر، بتحب حضوره، بتحبه. البر هو شخص اسمه يسوع، هو البار الذي لم يعرف خطيئة